يا صباح الخير على حضراتكم او مساء الخير. النهارده جايين نستعرض معاكم اخر قرارات وزاره التموين بشان سلعه السكر اللي محيره الناس كلها، والناس واقفه عليها طوابير مش عارفه ليه، رغم ان دايما تصريحات الوزاريه وتصريحات المسؤولين في وزاره التموين ان من خلال 1350 منفذ تمويني بتضخ حوالي من 8 ل 10000 طن يوميا. ده بالإضافة إلى توافر السكر في المجمعات غير المجمعات الاستهلاكية، يعني في السلاسل التجارية، وده بسعر 27 جنيه. طيب إيه القرارات الجديدة اللي وزارة التموين اتخذتها امبارح؟ وزارة التموين صدر توجيه وزاري إن هتصرف حصة من السكر الحر على البطاقات التموينية. إزاي؟ إن حضرتك حصتك من السكر الحر على البطاقة التموينية، وده اللي هيتم تطبيقه اعتبارا من الاثنين اللي جاي على طول، هتاخد البطاقه اللي هي 3 افراد، فاقل من 3 افراد هتاخد كيس سكر حر ب 27 جنيه هتدفع ثمنه نقدا للبقال. طيب البطاقه اللي 4 افراد واكتر من 4 افراد هتاخد 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيه برضو على البطاقه، وهيتسجل على السيستم، يعني البطاقه هتدخل المكنه تاني وهيتسجل على السيستم ان المواطن خد حصته من السكر الحر.